اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاولى من برنامجكم المفضل الاستوديو التحليلي. الحلقه الاولى لا اله الا الله. اهلا وسهلا بيك كابتن محمد. اهلا بحضرتك، منور والله الاستوديو التحليلي يا فندم. انت بتزعل ايه عشان الصوت بس يطلع واضح؟ لا ما تقلقش. صلاح رجع ولا ايه؟ صلاح رجع والله. بص يعني انا رايي ان صلاح الموسم ده واضح المستوى اقل بكتير من الموسمين اللي فاتوا، تمام؟ راجع يعني ممكن يكون اداؤه هيتحسن شويه، لكن انا ما اعتقدش ان الارقام بتاعه الموسم اللي قبل اللي فات بالذات استحاله حد يكررها. يعني مش سهل انك تجيب 34 جول تقريبا في موسم. يعني لو هي سهله كان غيره كتير عملها، يعني فهو صعب حتى عليه هو ذات نفسه انه يرجع تاني يعمل حاجه زي كده بالاداء ده تاني. هو من صلاح انا رايي فيه طول الوقت ان هو لاعب متوسط. الله 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 الله، انت بتهزر؟ وريني بطاقه، وريني بطاقه كشف الجنسيه. صلاح مين اللي لاعب متوسط؟ لا استحاله. انت طبعا عشان مانشستراوي طبعا، وايه كمان يا حبيبي؟ لاعب محظوظ يعني. طبعا هو انا اختلف معاك واختلف معاك كل الناس يعني في هذا الراي الاحمق. اختلف معاك في هذا الراي يعني العجيب الغريب. لا طبعا هو صلاح يعني لعيب ممتاز، تمام؟ ما عندوش دريبلينج، يعني هو ممكن الموسم ده انا اقبل منك حاجه زي كده، ورغم ذلك ما عندوش دريبلينج وما عندوش مش عارف، وجاب 9 تجوان في الدوري الانجليزي. ازاي لعيب محظوظ وازاي مش عارف ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص هقول لك حاجه. قول يا حبيبي. هو صلاح من اول ما بدا يمكن اتطور نسبيا في موضوع البول كنترول، بس هو كترويض للكوره. يعني انت مثلا احنا دايما بنقول صلاح من احسن 3 4 لعيبه في العالم، تمام؟ تمام، ده كلام منطقي. دلوقتي مثلا اقدر اقول ان جيمي فاردي من احسن 3 4 في العالم. جيمي فاردي هداف جول بوتشر، جميل. هداف، ايوه ماشي. ما هو صلاح يعني نقطه القوه اللي كانت في المواسم اللي فاتت اللي خلينا نقول عليه ان هو من احسن 3 4 في العالم ان هو هداف، مش مهاري، مش ميسي بياخد الكوره يعمل كل حاجه، مش رؤيه في الملعب، مش تحويل كوره، مش السؤال معلش الامور دي كلها. اصل يعني ما تقوليش مش ميسي، ان محدش مش ميسي، مش رونالدو. لا كنت لسه اسالك السؤال ده. هل كريستيانو رونالدو بعد الموسمين ثلاثه اللي عملهم مع مانشستر الجامدين اللي كان بيجيب جوان من كل حته وبيرقص، هل انت شايف مسيره كريستيانو كلها شفته كان بيرقص ترقيص ناجح اصلا؟ يعني ايه يعني شفت مراوغات ناجحه لكريستيانو قد كده كتير حاليا بعد ما سبته مع مانشستر من اول ما راح ريال مدريد؟ ايوه طبعا. هو ما كانت اهداف. ايوه طبعا. يعني قد ايه مراوغات؟ قد ايه على فكره موضوع المراوغات وادائه في الاداء اللي هو الفردي ده ما قلش غير في اخر سنتين بس. لا لا لا، اخر سنه في الريال ومن ساعه ما راح اليوفي تقريبا ملوش لقطات قويه قوي. ماشي، ده حكم السن وكل حاجه. ايوه تمام. رونالدو في ريال مدريد من ساعه ما ساب مانشستر، هو في مانشستر اوكي كان ليه المسات الجميله، راجع الفيديوهات بقى، ما كانت اهداف يا حبيبي. ماشي، ما كانت اهداف. حلو. انما اللمسه الجميله واللي يعدي من 3 4 زي ميسي والجو ده ما حدش عمله غير ميسي. لا 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 بيحصل، بس مش برده، مش عشان انا مشجع للريال بس ما عندكش برده. صلاح ما عندوش الاستمراريه العظيمه تمام بتاعه واحد زي رونالدو في احراز الاهداف. انت بتتكلم على لاعب قعد 15 موسم ولا 16 موسم ريت اهداف في تزايد 50 جول كده الريال كده وراحوا الريال يعني مجانين سابوا 50 جول في الموسم كده طالعين كده 50 جول في الموسم. معلش يا جماعه احنا اسفين جدا على الراي ده، احنا اسفين والله ان اول حلقه في الاستوديو التحليلي تبقى طالعه بهذا الراي. معلش احنا اسفين جدا الحركه. بعد كده رجعنا للشغل الطبيعي بقى اللي هو ماكسيمم 20 جول مش هيوصل لهم غالبا السنه دي تاني تمام بشكل كبير يعني. بس عندك بقى لعيبه بتظهر وبتطلع زي بقى السيناريو العادي بتاع اي لعيب طبيعي، ما هوش لا رونالدو ولا ميسي تمام. كون بقى وقف لحظه واحده، معلش وقف لحظه واحده. انت بتقلق لي يا احمد؟ انا خلعت لك وجيت لك بقى لما اشوف موضوع صلاح ده معاك ايه. بص يا باشمهندس محمد، يعني عشان بس نقصر الموضوع، يعني عشان الناس ما تطفش في القناه.
ريبورتاتك يعني ريبورتات. لا طبعا صلاح يعني من احسن خمس لعيبه في العالم، دي لا شك فيها، في اخر 3 سنين من احسن خمس لعيبه في العالم. صلاح وينجر اصلا في الاساس، وكان معدل اهدافه في روما اللي هو فريق يعتبر من الفرق المتوسطه في اوروبا 15 جون 16 جون في السيزون، غير كميه الاسيستات. وكان مكانه وينجر في دوري ايطالي اصلا دوري تعبان جدا، ولما جه الدوري الايطالي ده انت مخيلتك لسه مشكله ان انت معظم الجيل بتاعنا ده لسه متاثر بالعصور الذهبيه بتاعت الميلان على عيني وعلى راس. فاهم انت تقصد ايه؟ وزراء الدفاع والكلام ده كله، يعني لسه متاثرين بالموضوع ده. انما الدوري الايطالي دلوقتي يعني اضعف من الدوري الاسباني التعبان، وعلى عيني وعلى راس. ولما جه الدوري الانجليزي خد هداف الدوري الانجليزي يعني برقم قياسي، لا هو هيقدر يكسره اوكي وما اعتقدش غيره هيقدر يكسره في الرأي. لا ايه اللي منظره؟ وخد الهداف برضه السيزون اللي وراه بالمعدل الطبيعي بتاع الهدافين بقى 22 جون. طب يعني كده بتساوي مع مين؟ مع مين؟ مع ساديو ماني ومع اوباميانج. اوكي ليه بقى دول مش من احسن؟ لان محدش فيهم عمل اللي عمله صلاح. انا عارف طبعا انك راجل مانشستراوي طبعا، في اي حاجه تبقى ليفربول مليون واحد ورا 90 مليون واحد يعني انا عايز اقول لك ان الله أكبر. طيب انت عايز اقول لك ان لو صلاح كان بيلعب مثلا في مانشستر انتوا كان زمانكم دلوقتي يعني اكيد يعني تمثال من البلور مانشستراوية متعصبين عن اقصى واحد عندنا في الموسم بيجيب 15 جول. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، المشروع بتاع ليفربول القائم حاليا اللي يا رب ان شاء الله يتوج بالدوري بعد غياب 30 سنه. انا بشجع ليفربول من سنه 2005، مش من ايام الهوجه بتاعه صلاح دي، من 2005 من نهائي اسطنبول. من الهوجه بتاعت نهائي اسطنبول برضه هوجه برضه. يا باشا لولا نهائي اسطنبول ده كان ليفربول ما كانش حد هيبقى مشجع ليفربول، وكان ليفربول هينزل ايفرتون كده. كان هيبقى ايفرتون زي ايفرتون معاك. نهائي اسطنبول فريق جدا كان عامل فريق جدا في تاريخ النادي معاك. النادي ما خدش دوري بقاله 30 سنه يا سيدي، وربك اراد وربك اراد وحصل. اوكي تمام كده. فيعني ان شاء الله المشروع ده يتوج ان شاء الله بالدوري السنه دي، يعني لازم بقى لازم، لان لو ما حصلش هيبقى فعلا هيبقى ايفرتون فعلا بقى. ليستر ان شاء الله، ليستر لسه متعادل اهوت من شويه، الفرق بقى 10 نقط. يا رب ان شاء الله ليستر يعني ما عندوش الاستمراريه بتاعت مانشستر سيتي. عارف لو السيتي اللي كان فرق 10 السيتي لحد دلوقتي 14 نقطه وما زال يخوف جدا. السيتي عنده استمراريه تمام، حتى لو خسر حتى لو وقع هيرجع تاني ويجيب فرق النقاط ده، ويبقى هيبقى النص التاني من الموسم هيبقى صعب جدا لان ليفربول ضربته اصابات كتيره جدا. نرجع تاني لموضوع المشروع بتاع ليفربول. المشروع ده اللي بداه يورجن كلوب على عيني وعلى راسي، بس هو فعلا دخول صلاح معاهم ودخوله بالشكل القوي الرهيب ده في موسم 2017 هو ده اللي خلق، يعني هو ده اللي خلى ليفربول الموسم اللي فات ينافس بالشكل ده، واللي مخليه الموسم راكب بالشكل ده. لا صلاح فرق، صراحة فرق جدا جدا في ليفربول. خليني مش مطارد. طب خلينا اتخيل معاك، اسمعني اول، خلينا اتخيل معاك ان صلاح جه من روما وينجر، مستوى كويس كوينجر، بيجيب في السيزون 15 16 جون وكم اسيست، وجه عاملهم في ليفربول في الدوري الانجليزي كنا كلنا يا سلام صح، مش كان يبقى يا صلاح الناجح في ليفربول جاب 15 16 جون في الدوري الانجليزي، وكانوا هم زي تمسوهم هيبقوا مبسوطين بيه جدا. صفقه ناجحه بكل المقاييس طبعا. بس هل ده كان هينقل ليفربول النقله اللي اتنقلها في السيزون ده في سيزون 2017؟ بص يعني كون ان انت تنسب نجاح يعني سيستم كامل ومشروع كامل للاعب، لا معلش انت برضو لو شلت ساديو ماني من الفرقه، لو شلت فيرمينو من الفرقه بغض النظر عن مستوى مثلا زي فيرمينو حاليا وحش تمام، لو شلت يعني الكلام يعني اللعيبه دي كلها او السيستم كله تمام. انت مثلا انا عندي مثلا انا شخصيا مثلا بشجع مانشستر يونايتد، بس لما اجي اشوف ليفربول تمام اوكي ماشي ماشيين على خطى ثابته، بيطوروا في الاماكن اللي هم محتاجينها، مشروع جيد جدا، بس مش صلاح يعني ما ينفعش تقول ان صلاح هو. لا مش بقول كده طبعا، لا مش بقول كده، بس هو كان ذا جريتست اسيت في المشروع اللي بقاله 3 سنين رغم مستوى السنه دي، بس هو كان ذا جريتست اسيت تمام. طيب خليني برضو اقول لك على حاجه، هو يعني مشروع جميل وحلو وكل حاجه، بس لو تلاحظ ليفربول بيكسب بالعتل، يعني في عتاله في الفوز تمام. مش الاكتساح الفظيع. اقول لك مثلا لما تبقى في فرقه راكبه بالشكل ده، فاكر برشلونه 2009 لما كان راكب مبوظ الكوره، فاكر السيتي السنه اللي قبل اللي فاتت لما كان مبوظ الدوري، هو الليفر اللي هو داخل الماتش انا داخل اكسب خلاص منتهيه، وانت عندك مفيش شك ان مشكله الليفر. ايوه الليفر بيعتل أيوة. بيكسب بس بالعتل. ما هو ده برضو خطا كبير من يورجن كلوب في الموسم اللي انتقلت اللي فات،
هما كانوا ساكتين ليه؟ يعني معلش انت عندك فريق واخد اوروبا، لو شاورت لاي لاعب مهما كان قيمته في العالم هيجي لك، انت فاهمني؟ عندك مراكز، عندك مراكز فيها ضعف كتير زي ايه؟ نص الملعب طبعا، بينك بقى نص الملعب طبعا. انت يعني بتلعب بهندرسون يعني يعني هندرسون يعني ما فيش كده في الدنيا يعني. هو موظف مجتهد هندرسون، هو فيناندو من الموظفين مجتهدين، انت فاهمني؟ بس انا اتوقع ان انت ما شاء الله بعد ما جبت مينامينو تمام والتالق بتاع نبي كايتا، نبي كايتا متالق يا باشا، لعيب عظيم جدا بقى، جميل حلو، ووقفته على الكره جميله وكل حاجه، بس يعني لما بينزل دفاعيا الفريق نص ما بينهار، وده اللي مخليه لحد دلوقتي مصر على هندرسون وفينالدوم، انهم دفاعيا شايلين له الفريق كويس جدا. انت عندك مثلا نبي كايتا مال تمام، نبي كايتا مستوى اتطور اهوت، وجبت مينامينو اللي هو صانع الالعاب، هتلاقي برضو بعد الصفقات دي بعد يناير بيلعب بهندرسون وفابينو فينالدوم او يعني ايا كان بقى التبديل. طب ما هو عنده، لو عايز صانع لعب يعني، ما عنده تشامبرلين وحتى شويت كمان يعني، بس يعني لعيب اعتقد ان هو ما بينزلوش، هو ما بينزلوش عشان كده يعني، ازاي يعني لعيب سخيف جد، بص له هو يعني ما اعتقدش ان في سبب تاني يعني. طبعا يعني برؤيتي الفنيه العظيمه العظيمه الكبيره يا ريت يورجن كلوب يكون سمعنا دلوقتي عشان هتستفيد. اسمعنا، افتح القناه واسمعنا دلوقتي اتفضل. لا مش هتكلم خلاص، اقفل اقفل يا يورجن، امشي امشي عشان مش عايزك تستفيد. كمل خلاص، هو ماشي ماشي ماشي، لا لا خلاص ماشي ماشي كمل تمام. سيبك من خطط ليفربول دلوقتي تمام، لما حد نشوف بقى سوق الانتقالات عامل ازاي في يناير. لا معلش قبل نكمل معلش موضوع ليفربول، عشان هو في حاجه فعلا، نص ملعب عليني وعلى راسي. طب هو لو عايز يحل مشكله نص الملعب دي، طب ما ينزل فيرمينيو يبقى نص ملعب حقيقي، بدل ما هو مشغله مهاجم وهمي يعني، ويلعب يحط راس حربه صريح. اوريجي اوريجي ممتاز، اوريجي ممتاز جدا على الجون، وشوطه مرزبه وهيدر حلو، وحتى رغم عاده المهاجم الطويل الجته ده ما بيقاش البول كنترول بتاعه كويس، لا البول كنترول بتاعه حلو معقول نسبيا. لا طب ما ينزل فيرمينيو ويطلع اوريجي راس حربه. ما هو مشكلته ان انت عندك ايه يعني، انت الجزء الامامي ده كله هجومي تمام، الادوار الدفاعيه بقى انت عندك صلاح ما بيدافعش كويس قوي حلو تمام، يمكن ساديو ماني فظيع في الدفاع محرات، فانت لازم يبقى عندك في نص الملعب كثافه ايوه تعوض لك اللي هو عدم رجوع فيرمينيو بطيء تمام، سرعته بطيئه، يبقى انت رضيت على نفسك اهو. على فكره فيرمينيو الموسم اللي قبل فات او اللي قبل قبل اللي فات كان واخد تاني اكتر لعيب في البريمير ليج افتكاك للكوره، تخيل رقم مهاجم مش مدافع الموسم طبعا الموسم ده واللي فات، لا مش زي اللي قبل كده خالص تمام، بقى بصه بلدي والوس كده والوس تخن فعلا وزن زاد، بس انت كده رديت على نفسك. هو اذا هندرسون وفينالدوم الراجل عنده وجهه نظر نحطهم عشان يلموا على يلموا نص الملعب عليه. اتكلم في الكواليتي اللي عنده، ما هو عنده بدائل دلوقتي، ما انت عندك نبي كايتا دفاعيا ضعيف قوي ازاي؟ طيب لا نبي كايتا دفاعيا لا وحش جدا، وحش في الكوره، وحش في الاستخلاص. هتقفلنا القناه يا ابني يعني مش لاعب متواضع يا جماعه ولا حاجه، هو لاعب وورلد كلاس، بس ما هوش رونالدو وما هوش ميسي ولا يقارن باي لاعب فيهم. ما هو ما حدش ميسي ورونالدو يعني، مين في الدنيا تمام، لكنه من احسن خمس لعيبه في العالم في اخر 3 سنين كاملين، دي ودي حقيقه لا يمكن لاي احد انكرها. مستوى نازل الموسم ده اوكي، بيضيع كور غريبه تمام. طيب نرجع تاني لموضوعنا الرئيسي هو ليفربول. تفتكر، وهقول لك تفتكر مش تتمنى، ايوه تفتكر هياخد الدوري السنه دي؟ غالبا غالبا بنسبه 95%. 95% مش شايف ان ده زياده قوي يعني؟ لا مش ده، انا بشجع ليفربول مش شايف 95% دي. لا 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 اصلا يعني واضح ان السيتي فيه تخبط جامد حلو، ويعني حتى لو صرف فلوس كتير جدا في يناير وجاب لجوارديولا يعني على ما برضه ما يظبط اللعيبه وينسجم ويرجع بقى للامباكت بتاعه اللي هو سلسله فوز متتالي واداء عظيم زي من سنتين كده، بس انت عارف او السنه اللي فاتت،
على ما يوصل للاداء ده برضو هيكون خلاص بقى الليفر اصل خلي بالك انت بتتكلم مرتاح يعني. انت بتتكلم في 14 نقطه يعني خمس ماتشات. ايوه خمس ماتشات كتير برضو ان انت تقع خمس ماتشات يبقى ما تستحقش تفوز بالدوري يعني يعني. انما منطقيا خلاص وانت عندك الليفر مينامينو لاعب عظيم جدا مش يعني لا هو حلو جميل بس افرض جه وما انسجمش ما ده بيحصل كتير يا اما بتجيب صفقات وما بتنسجمش اصل مش هينسجم لو انت مثلا مدخل يعني انا اقول لك مثلا مانشستر يونايتد مثلا محتاج صفقات كتير محتاج لاعب نص ملعب محتاج وينج يمين محتاج مدافع جديد محتاج لعيبه كتير جدا انت فاهمني هو انت مثلا لو محتاج اربع خمس لعيبه وجيت دخلتهم في السكواد محتاج عشان ينسجموا فتره طويله جدا انت فاهمني كل مركز عندك فيه واحد جديد على ما يبقى يعني ينسجم مع المجموعه هيبقى عندك خلل في كل المراكز طيب صح. انما انت عندك لعيب او اتنين انت فاهمني بكواليتي عاليه انت لو يعني عقليه اللاعب برضو بتفرق انت فاهمني ودي تشوفها من لمسته في الكوره او حركته بالكوره ده انت لو شفت الوضعيه يعني لعب من مينو او كده هو تحس ان هو لعيب ذكي لعيب من عارف من العينه بتاعت إريكسون لعيبه اللي هي انا مش عايزك تركز عليه قوي هي صفقه خلاص انتهت تماما حسمت ولا لسه ما زال كلام والجو ده مش عارف بس هو اصلا الشرط يعني. الجزائي بتاعه 7 مليون ونص فكه يعني عادي يعني فكه يعني قول له هديله يعني زيه فكه برضه يعني تمر رمضان صبح يعني انت فاهمني طب ما تركزش عليه قوي خلينا في الوضع الحالي مش شايف ان الاصابات كده كترت قوي في ليفربول يعني احنا كان عندنا فابينيو فاكر فابينيو لما كنا بنتكلم عليه كان في الاول موظف بعد كده عالي قوي جه في فتره وخد فورمه بالذات اخر فتره دي من اول ماتش برشلونه بتاع السنه اللي فاتت عالي قوي عالي قوي قوي فابينيو وهوبا في قمه ادائه بعد ما كان وسط ماسك وسط ملعب كده فجاه اتصاب واصابه انا شايف له صوره النهارده ماشي بعكاز وحاله يعني واضح انها اصابه طويله يعني وانت ما عندكش بدله ما عرفتش تعمل روتيشن ما عرفتش رايح اللعيبه وصلت للنقطه دي طيب. يبقى هي غلطه يورجن كلوب ان انت كنت بطل اوروبا خلي بالك احنا طول عمرنا بنقول ان هو عنده سكواد اساسي كويس بس الاحتياطي طول عمرنا كنا بنقول احتياطي ليفربول كان تعبان بالظبط كان هيعمل بقى روتيشن منين ايوه ما انت انه ما صرفش في الصيف ايوه ما صرفش في الصيف انت بطل اوروبا السنه دي لو ما كنتش بطل اوروبا انت فاهمني هترجع بنسبه كبيره لليفربول عارف اللي هو ايه يعني اللي هو ايه ده ممكن يا عم يقعد 15 سنه كمان على ما ياخدها انت فاهم قصدي يعني اللعيب اللي مش هيجي لك وانت بطل مش هيجي لك مش لا مش هيجي لك خالص بس ممكن تحتاج تدفع 20 مليون زياده فوق سعره 15 مليون بتصعب الدنيا على نفسك انت فاهمني طيب ده فابيني اللي زعلان برضه على اصابته جدا متيب فاكر متيب ايام ما كان خرم من 3 سنين عيلة جامد نتيجة عيلة قوي بصراحة المزاملة مع فان دايك يا جماعة فعلا يعني مش عارف هل ده فعلا مزاملته لفان دايك ولا هو تطور يعني كعادي كبني آدم طبيعي يعني بيلعب وتطور الاثنين بس ممكن الاثنين فعلا بس متيب بعد ما كان فعلا انت خايف وحاطت قلبك على ايدك في كل كورة متيب وصل في الاخر قبل ما يتصاب انه مثلا هفوة كل ماتشين ولا حاجة وأداؤه كان عيلي قوي وهبة إصابة طويلة الأمد اضطرت ان احنا نعتمد على لوفرين وحتى لوفرين المدافع المتوسط اتصاب وجيب بداله جوميز وحش كمدافع متخلف يعني وحش كمدافع يعني هو كظهير شغال سنه سريعه حلو بتاع لا هو ظهير كويس شغال كظهير كويس يعني انما كمدافع لا فتره احسن من مين ارنولد كان فتره احسن من لا ما تهزرش يعني الاثنين في وقت ارنولد دلوقتي طبعا احسن مش ممكن حاجه ظهير في التاريخ ارنولد روبرتسون يا جماعه ذهب فعلا يعني. فعلا يعني دول قوه حقيقيه فعلا حقيقي. بتوع انا شايف ان الليفر دلوقتي اصلا قائم على يعملوا تبديله ملعب كده دي مش ممكن انا مش مصدق ايه القضيه دي العيال دي بتعمل كده ازاي دي بص يعني ما مش مصدق الكره مش ممكن وتلاقيها على رجله بالظبط ويثبتها ايوه بالذات من ارنولد روبرتسون اكتر أيوة. وروبرتسون برده ويثبتها يا جماعه انتوا بتعملوا كده ازاي لا فظاع الاثنين جامدين جدا ما شاء الله عليهم انا شايف اصلا ليفر دلوقتي قائم على الاربعه دول انا شايفك متحمس قوي مبسوط انت بالليفر جدا 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 انا مستني اللحظه دي من ساعه الزحلقه بتاعت جيرارد